تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يناير الماضي، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلا سريعا. وشملت مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار شهر يناير الماضي عدة أوجه، حيث تم رصد 983 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والاستجابة لها، كما تم صدور نحو 114 قرار علاج على نفقة الدولة.